السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف في السكوب بوكس. السكوب بوكس بيفيدني بإن أنا أنظم لوحة تحت اللوحة بتاعتي ممكن تكون كبيرة، فأبدأ أقسمها. طبعا إن أنت تقسمه بالجروب فيو ده مش عملي، بتختلف من دور لدور، فالسكوب بوكس بيطلع معايا كل الأدوار. طيب خلينا مثلا أجي هنا في ليفل 1 وأقول له أنا عندي دوبليكيت أز إندبندنت 1 وواحد تاني 2. طيب هعمل دلوقتي بقى 2 سكوب بوكس، هعمل سكوب بوكس 1 من هنا لهنا مثلا، وهعمل سكوب بوكس 2 من هنا لهنا. اجي عند 1 واقول له خليني اعمل سيلكت على الجزء دوت كده، واقول له خلي ده سكوب بوكس 1، فيبدا يخفي بقيه الشغل اللي هناك. وفي 2 هقول له برضو اعمل لي نفس الفكره، اعمل لي سكوب بوكس 2، فتلاقي الحاجات اختفت. طب ده بيفيدني ان انت برضو في ليفل 2 هتلاقي برضو نفس السكوب بوكس بيظهر معاك اهوت. طيب هل السكوب بوكس يظهر معايا في الالفيشن؟ انا اقدر اتحكم في الموضوع دوت، تمام. هو هنا ظاهر مثلا في ديت، تمام. طيب اقدر اتحكم فيه يظهر او ما يظهرش؟ بكل بساطه اعمل سيلكت عليه وخش في الايديت، هتلاقي ان هو بيقول لك ايه الحاجات اللي يظهر فيها، يعني فيزابل، لا تقدر تحدد الخصائص هيظهر ولا لا. هو هنا مثلا العادي بتاعه في 3 دي فيو ده هيظهر، تمام. ممكن تقول له لا انا مش عايزه يظهر، وهكذا. يعني ممكن تحدد مثلا الالفيشن الاربعه دول تقول له لا ده انا عايزهم كلهم يظهروا فيهم، تمام. هو المفروض هيظهر في كله ما عدا في الساوس، لا انا بقول له حتى في الساوس يظهر كمان، تمام. فانا بحدد يظهر فيه. من ضمن برضو المزايا، لو انا عندي حاجه مايله اقدر اجي هنا في العلامه ديت وابدا اخليه يميل، او اقدر اجي هنا اقول له روتيت واحدد زاويه الميلان بتاعتي وخليه يميل، بحيث ان لو عندي جزء بيلف فهو برضه يقدر يتحكم فيه. طيب لو رجعنا هنا للايست، ممكن اعلم على الجريد دول، تمام، واقول له سكوب بوكس، سكوب بوكس 1. ايه اللي يحصل؟ ارتبطه بسكوب بوكس 1. طب انا اقدر امسك سكوب بوكس 1 واخليه يطلع وينزل معايا. خلي بالك انت لو نزلت او كده مش هيظهر معاك في ليفل الروف، فانت عشان يظهر معاك في الليفل كله بتبدا تتحكم فيه. طيب لو انا جيت هنا وحركت الدور كده عمل لي علامه غلط، غلط ليه بقى؟ مفيش غلط ولا حاجه، هو بيقول لك خلي بالك ان الاثنين دول مش هيبقوا مرتبطين بالسكوب بوكس دوت، فبقول له مش مشكله خليهم مش مرتبطين. لما تيجي تعمل سيلكت هنا هتلاقي ده نن، وتيجي تعمل سيلكت هنا هتلاقي السكوب بوكس نن برضه، تمام. بس تقدر تحركه، تقدر تطلع بيهم فوق وتنزل بيهم تحت زي ما انت عايز، مش مرتبطين بالهنا، تمام. دول مرتبطين بالسكوب بوكس، تقدر تطلع بيهم وتنزل بيهم.